فخلينا برضو نرحب بكابتن علي الغباشي مدير قطاع الناشئين ومدرب الفريق الاول للكاراتيه بالنادي الاهلي. صباح الخير. صباح النور. يعني مبروك علينا الدوري طبعا وتالق جميل جدا ويمكن احنا هاخد من كلام جانا ومريم كانوا معايا دلوقتي بيقولوا حتى هم كانوا في فتره ما مش بيحصدوا بطولات ولكن كان في قرار وكان في شغل وكواليس كتيره جدا خلتهم بعد كده يتنقلوا لمنطقه تانية ويبقى في بطولات بيتم يعني حصدها وتغيير حتى في السكور وغيره، فده برضو ممكن نبدا بيه من هنا نبدا كلامنا. هو بشكل عام حصاد البطولات ده الحمد لله مش جديد على النادي الاهلي طبعا. دي حاجه وبقى له مراحل تصفيه بشكل مقنن ومنظم جدا عشان نوصل للهدف بتاعنا ده، وده مش جديد على الاهلي من سنوات برئاسه الدكتور مراد عاصم، والقاعده طالعه من تحت المدارس وترتيب ونظام وبيمر بمراحل تصفيه كبيره قوي عشان نوصل للهدف ده. وفي ميزه بتميز النادي الاهلي في الكاراتيه بالتحديد ان كل اولاده وابطاله من الاعضاء، مش بنجيب حد من بره ولا بنشتري لعيبه، كل الهدف تحسه مصنع بينتج لنا كده يعني بالظبط. هو مشروع هو مشروع فعلا، هو مشروع بنحاول ننجحه قوي من ابناء النادي. احنا ما عندناش مبدا ان احنا نشتري لعيب من بره او لا، كل حتى اولادنا المحترفين من ابناء النادي. وبتشوف ازاي برضو التحدي ان انا يعني بعض اللاعبات زي ما كنت بقول لحضرتك وده بيحصل مع لاعبين كتير مش بس جانا ومريم، يعني انا عايز احقق انا عايز اوصل لحلم والحمد لله في فرق كبير جدا، يعني توقف سنين مثلا عدم حصد بطولات وفجاه انت بتبقى لا ده انت بتشارك وبتشارك بشكل مشرف على الارض كمان. في حاجه بتتعمل كويس حلوه قوي في النادي الاهلي، احنا عندنا مدربين كتير قوي سواء مدارس او في الاجهزه او مساعدين مدربين. في تنافس الحركة بتقولي عليه ان كل مدرب ما بيكونش حكر على سن معين او بعض اللعيبه، لا ده في تنافس هنا وهنا وهنا فكلهم عايزين يوصلوا للهدف ان هم يحققوا بطوله باسم النادي الاهلي، وكله بيتنافس مع بعض منافسه شريفه جدا من خلال المنظومه اللي شغاله في النادي. حلو جدا.